العمل تم التنسيق مع رئيس السيد رئيس المجلس البلدي مع الشرطة الإدارية الأمن الوطني القوات المساعدة المقاربات كلهم درناهم جميع المقاربات كلهم جربناهم ولقينا بأن المقاربة المدلى والأنجع اللي حل هذه الإشكالية اللي استعصت سنوات وهي أننا ندخلوا في حوار يعني بناء وإيجابي مع الخضارة أنفسهم يعني باش غادي نحلوا المشكل بالعنف ما المقاربة ديال الأمنية ما مشينا لهاش وبالتالي كاين الناس اللي غيورين منهم ومنهم واحد المدعو الحسين معروف أنا يا خطار وكاين بعض الغيورين وكذلك في المركب استطعنا أننا سميتو يعني من يأسوش ومن سميتو ما نسلموش الأمر الواقع الناس أخيرا فهموا بأن حتى هما هادشي ضرر لهم وضرر للسكينة وضرر للمواطن وضرر للجميع إذا سميتو يعني تلقائية بشكل عفوي قبلوا أنهم يدخلوا للمركب بطبيعة الحال كاين التجاوب أيضا سميتو مع السيد رئيس المجلس البلدي اللي كيقول بأن القانون فوق كل اعتبار ما يخص الولوج للمركب وبأن التلاعب ما مسموحش به داخل المركب الحريفي هو اللي غادي يخدم هو اللي غادي ياخذ المكان ديالو وبالتالي ما كاينش مكان لسميتو ما كاينش مكان للتلاعب في شغل هذوك الاماكن الان ممكن نقول بان ما ربحناش يعني المعركه كاع بصفه نهائيه هذه غير مشوار هذا غير يعني نقولوا نقطه البدايه ان مازال سميتو الثقافه ديال البيع داخل الازقه خصنا نحاولوا اننا نحيدوها تدريجيا المواطن يشجع البيع سميتو يشري في المركب وما يشجعش يعني البيع سميتو في الطرقات ولا سيما امام المساجد هذا مسجد ديال مسجد قديم مسجد عتيق يعني الناس كيبغيو يصليو في ظروف عاديه حسنه وبالتالي هذا يعني بالنسبه استفزاز لهم معنوي ماشي في صالح المصلي خصو يدخل بسلام ويخرج بسلام ما يسمعش الكلام اللي سميتو اللي ما يليقش وما يكونش يعني شي تصرفات اللي كتكون ماشينا ليلا اذا وضعنا حد لهذا سميتو يعني كبدايه باقي موروبيا باقي سميتو لحد الان حتى اتينا تحل المشكل ديالها ولكن اللي كيهم هو اننا نسيروا العمليه ولكن بشكل يعني مستمر ما خصناش نبقاو في هذه النقطه هذه الاشغال البلديه دابا غادي سميتو غادي نبقيو هاد سميتو انتم كتشوفوا دابا ساعه متاخره من الليل ولكن غادي نبقيو وغادي سميتو ينظفوا هاد الشارع هذا باش المواطن بدا الصباح فاش غادي يصبح الحال غادي يلقى بان كاين تغير جذري في احد وهذا الشيء اللي كنا كنحلموا به لانما بغينا عبر المواقع الالكترونيه انكم تشجعوا سميتو يعني توعوا الناس بان هذه القضيه ديال نمشي لموروبيا نشري اللي بغيت كذا تتحيد المواطن يمشي للمكان ديال فين يشري يمشي للمركب يشجع المارشي يمشي يدخل سميتو باش ما يبقاوش هاد هانتوما كتشوفوا النفايات يعني وعلم الله يعني شحال من واحد تأدى بهاد النفايات بشكل مباشر او غير مباشر نتمنوا ان تكون هاد البدايه الحسنه تكون هي نقطه انطلاقه للقضاء على هاد الثقافه هادي وكان اوهب في الاخير كل من ساهم من بعيد او قريب في النجاح ديال هذه العمليه من سلطه امنيه شخص مفوض الامن الوطني المجلس البلدي وعلى راسهم رئيس المجلس البلدي رجال القوات المساعده المجتمع المدني ايضا لا ننساه الجمعيات ايضا كانوا انخرطوا في هذا السجل هذا المجتمع المدني كان عنده دور ايجابي يعني في الوصول لهذه النتيجه هذه الفضل ايضا كيرجع للخضار انفسهم لان هما اخيرا اقتنعوا بالنجاعه
وبالإيجابية ديال إخلاء هذا الشارع. إذا كل واحد راه ساهم، كنتمناو أننا نستمروا في هذه النجاحات وشكرا. سيدي حنا تم الاتفاق تاعنا مع السلطة المحلية، تم الحضور في الباعة تاع الخضر تاع المركب وبحضور سيدة سعادة الباشا والكاتب العام، واتصال مع رئيس المجلس البلدي السي محمد الطيبي، وهو اللي خبرنا بان ما راه غادي هذيك المسائل تاع ذوك الحوانت اللي كاين في المركب راه غادي يرجعوا الفلوس لمواليهم، ولا شوفوا كيفاش غادي المسلك اللي غادي يكون معاهم قانوني، وهاد الناس اللي هما خضاره غادي يستافدوا في ديك الحوانت باش غادي يتبنى هذا الشارع وبتراضي وبتفاهم ما بين الباعة للخضارة والباعة للجائرين باش غادي يستافدوا بالتغطية وباش غادي يستافدوا بالمركب في البلايص اللي كاينين في المركب اللي تم البيع نتاعهم منذ 8 سنوات وما تمش الاستخدام نتاعهم، وما أماكن مخصصة للخضار الخضارة اللي هما حرفيين الشارع والأماكن اللي كيستافدوا من الاماكن من هذه 8 سنوات هم ماشي حرفيين ماشي خضاره، والخضاره اللي هما في الشارع الان غادي يوليو باش غادي يستافدوا من هذوك الاماكن بواحد الطريقه تمت ما بين البلديه وذوك الناس اللي غادي شوف واش غادي دير معاهم البلديه، واش غادي ترجع لهم فلوسهم، واش غادي يكون كراء. حنا وعدنا الباشا باش غادي ندخل تما الداخل وغادي نستافدوا بالتغطيه، ندخلوا هاد الناس بالتغطيه وندخلوهم للمركب، وغادي يتم اخلاء هذا الشارع، وغادي نخصوا واحد المكان للدلاح يتباع فيه الدلاح، والمسائل عن باب التراضي، ما كاين لا عنف ولا حتى شي حاجه، ما غرغمونا ولا ماشي بقوه. إذن تم هذا الاتفاق وتراضينا بيناتنا. إذا هذه العملية تم بالرضا نتاع الخضارة ولا غير؟ بالرضا نتاع الخضارة، جميع الخضارة اللي في المركب ولا اللي كانوا هنا في الشارع، إلا عنصر ولا عنصرين عندهم فكر خاصة ديالهم.